بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. مجلس النواب يسهر، فهل ينهي درب السلسلة الليلة؟ هيئة التنسيق تراقب وتحدد موقفها بعد أن ينهي المجلس جلسته. وتتابعون في النشرة ضوء أخضر للعودة الرعاية السعوديين إلى لبنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجر. مساء الخير. ليل السلسلة طويل، وهيئة التنسيق بالمرصاد. مجلس النواب في خضم المصادقة على بنود سلسلة الرتب والرواتب، وقد أعلن الرئيس بري أن الجلسة مستمرة حتى الليل إلى حين الانتهاء من السلسلة. ولكن ما كان لافتا أن التعديلات التي طاولت الكثير من البنود استندت إلى السلسلة في نسختها الأولى التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، ما يعني عمليا أن ما جرى اليوم هو نوع من الدمج بين النسختين، إلى درجة يمكن معها القول إن هناك خلطة سحرية بين سلسلة عدوان وسلسلة كنعان. مجلس النواب عاود الجلسة عند السادسة وعلق البحث في لغم بند الأملاك البحرية بعد التباين الحاد حوله. في غضون ذلك فإن هيئة التنسيق النقابية أرجأت اجتماعها إلى التاسعة لتبني على شيء مقتضاه استنادا إلى المناقشات وإلى ما يجري إقراره، خصوصا أن الهيئة متمسكة بزيادة 121% مع المفعول الرجعي. ولا يكاد النواب يغادرون ساحة النجم الليلة حتى يعودوا إليها صباح غد مع الجلسة الرابعة لمجلس النواب. لكن المفارقة أن نصاب اليوم لن يدوم حتى جلسة غد، حيث إن كل المعلومات تتقاطع عند حضور 80 نائبا في حد أقصى، ما يجعل الجلسة في حاجة إلى 6 نواب ليكتمل نصابها، وهذا ما يبدو غير متوافر، ما سيؤدي إلى إطاحة الجلسة ودفع الرئيس بري إلى تعيين موعد لجلسة خامسة قبل 8 أيام من انتهاء الولاية.